F. كويس كويس. 1.31 التلات اضعاف بقى، واخد بالك اللي هي كام؟ اللي هي 9 3 9 3. يبقى الرقم ده مضروب في 3 يدينا الرقم ده. طيب وبعدين 1. كام بقى؟ 3 2 0 0. يبقى ايه؟ يبقى 3 2 0 0. يبقى ده الرقم اللي هو ايه؟ اللي هو ده بقى. كويس. يبقى معنى كده ان انا عندي مجموعة ارقام. طب في ارقام تانية او في فورم تانية؟ او في فورم تانية زي ايه؟ زي مثلا هنا مثلا 1 2 3. يعني هتلاقي فيه هنا اهي، اهي ثانية واحدة عذرا، اهي وان بوينت تلاتة واحد اتنين تلاتة. بص شوف التسلسل ده، يعني انا حطيت هنا الرقم ده علشان اللي هو ايه فوق ده. الرقم المتسلسل ده 1 2 3 ده رقم يعني يعتبر قوي في المقاومة. طيب مثلا هنا هنا 1.2 1.3 2 3 4، هتلاقي دي مقاومة. يبقى 2 3 4 مقاومة. طب ناخدها ونحطها فوقيها بقى لانها انا اكبر من 23 اهي. كت بيست. يبقى دي مقاومات. يبقى دي كده فورمة ايه؟ اللي هي الارقام المتتالية. دي فورمة الارقام المتتالية. كويس. ودي فورمة الخمسين، ودي فورمة الضعف. طب هل في فورمة تانية؟ في فورمة الارقام النص النصية النصية، يعني اللي هي ايه؟ اللي هي دي مثلا 1.3216 اللي هي نص الرقم ده. طبعا ال 31 ملهاش نص، بس ممكن تتحسب على 15.